صعب توجد لي وكم معشيق ضل وكري ويبات مجمعهم عامر براس الضاح ديرات القوم والطير كيف حوت ومشرح يجري على صنانه وهكذاك صحابي داروا جميع بالكاف وصبحت انا لا مال لا براس ملقاني من عشراني يهز لي راس طول عمرهم ما كنا ولي بالاسم حماك وراني انا يا رجال المكناس خطاري بحماكم يا اهل القرايب هذا الراجل كان بحرفاي وما خلحت موضوع اللي ما تكلم فيه توسل ربنا وصلى على النبينا في الشافي في قصيدة صوفية الشافي بحكمتك حال كل مضروب شفي علي ذاتي من تلوجع طبرا طهر داخل قلبي من جميع الكذوب كيف طهرت قلوب تظهر البشرة حاسن الدنيا هجروها بغيت النور حين غنمو فوجه سيضر صنبرا ما ندعيتنا للصلاة في كل جمهور عليه صلاة الله والرضوان على العشرة والعمام والانصار مع الزواج البدور وقلبي تولال نمشرف الزهرة الصلاة والسلام على النبي المبرور عذاب ما خلق الله مئة ألف مرة وهكذا قال ولي الله على فراق المحبوب كيف واسي الفراق محبوب ومقابل عقال رصاد فيه انا كيف جزاني حبيب قلبي ما خلا غير صوتو والعدو وخيالو انا لا عمين ضل زين فلبدو بحالو كيف واسي الفراق محبوب ومقابل عقال رصاد فيه انا كيف جزاني حبيب قلبي ما خلا غير صوتو والعدو وخيالو ام لا عمري انضرزين والبدور حالو وقالوا هو كيف استعطف عطفك يا ملكي بعبدك وعطف يا سابغ النيام يبدر النظام والتام يهديك الله لا تعتم قلبي قصيت مكفى انت الموصوف بالمحاسن وانا المولوع بالغرام وعييت من لازم السقام اما بردت من جمار في قلبي مو حال تنطفى قلبي مو حال تنطفى نبات نساهر الليالي ودموعي حايفة سجام نبكي ونوح في الظلام على محبوب خاطري من جار عليا ولعبة من جار عليا ولعبة يمتى يا مالك نشاهد خدك يضوي على الرصام ما بين محافل الريام ونقول بريت من علالي ونسيت محاين جفا أرغم وتجل ملاح فيا تحيني غير بسلام وتراعي سيرت لكرام الأخير في من شفى حبيب وغدر بعد الموالفة وغدر بعد الموالفة أرقود أجلم لحكي يحييني غير بسلام وطراعي سير في القرآن الأخير في من شفى حبيب وغدر بعد الموالفة وقال قصيدة الخلخال يا من هو في الهجرة فريد تايه باكي شاكي هميم مجروح بحالي وقت ما شاف الزين ورقته تصفر وتذبال حضر بالك ليا وكون عايق فايق وصغان عيد لي شايم جرالي عندي خنار هو غرامها ساكن لي للخال هادي مدة والريم هاجراني من غير سباب مرسمي
منها خالي واليوم هداها رافع اسمه الجليل المتعال زارت مرسمي بكم على زينها وتشفى بعد السخام ذري وهوالي وتسلينا صاد سلطني ما بين الحال مهما ودعت الريم شق شوقي متل سواق هواو من دمع نجالي يوم توداعت مع الغزال مدت لي اخو الخال قالت هذا امانه يا حشي حضيه وصون وجدو يوم وصالي مكتوب يدرتو على رضا اتوضار ونشال وعلي شدات لبا في مكتوب يهدين درتو شالي كيف نحو يا سالي مولا تاخو خالي الحراس واش عندكم شي ما يتقال على الحراس حراس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مفرق القلوب واش تشنك يا بالله عليكم يا الناس كان الغزال فيكم هجرني ولا حل مني حرق قلبي من بعد ما كنت هايم تهواه وقبلت نكون عبد مشرط الحناك على طول زماني لكن غدر لي وهرب عني ولا خلاني خبر من موراه اش من ذنب عملت ليا هذا راجل علاش هجرتك كان ذنبي هو عشقي وغرامي كان ذنبي هو اخلاصي ليه كان ذنبي هو حبي وهيامي كان ذنبي هو تعلقي به ولا قبلت نفضل حد في الناس عليه هذا هو ذنبي وهذا هو سبب عشقه ليا كنت قبل ما نعرفه عايش مني في عزي وبلاكي وقصوري وغنايا ونهار عرفته طار النوم من عيني هاي لو كان شفته يا سيدنا لو كان شفته محاسن وجهه وشفر عينيه لو كان شفته قدوه وجمال صورته كان من الهلة عنايا يكوي كل من قرب لي سبحان من خلقه نهار ملكته عندي نهار ملكته كتروا لي العديان وصبحوا حتى حبابي تيحسدوني فيه كنت نغير عليه من طير إلى طار لكن رغم شطارتي وحيالي ما مشاو العديان حتى خداو ليا وهربوا ليا بي شكون هرب ليك بي ولد ساعته رهطين ولد ساعته رهطين كان كل مرة تيحوم عليا كل مرة تيجيني بشكل مرة جاني بصفت ولي فقت به مرة بصفت تاجر تاجر عرفته مرة بصفت وصيف مرة بصفت فقيه مرة بصفت متسوف وكل مرة تلقاني عارفه جاني واحد المرة متنكر بصفت واحد بصفت يبيع القرعة تيخرو فين وعرفته كل مرة كيجي تلقاني وقف مباب داري حاضي وكريك الأسد هيا هما يزمروا بالزمارة وطبلوا بالطبال ولا داو مني لا حق ولا بطل انا غواني محبوبي ودار لي محبته ليا هنا يا حبابي من نعمت بصاري تقتبي ندمت اللي ما عدمت ذاك اللي كان بلا خباري تيعطف عليه راك حياتي قلنا هذا قلنا شكون انت انا اللي خاف لي ظني في الناس انا اللي هجرت وكري اش عملوا لك الناس قصتي طويلة فيها إفادة العارفين بالعقل والفهمة يوافدنا معك غادي نحكي لكم قصتي غادي نحكي لكم قصتي وانتم حكموا شوفوا اش الحق معايا او معاه كنت متوالع بالزين والجلسات بين الريام حتى النهار جا عندي عثمان جاب لي بنت ما ندرت مثلها في هذا الزمان بنت تقول الشمس ضوي او ندوي ويشها كانوا عندي زوج ديال المتعلمات زوج المتعلمين يا ربي الله يقنا الشهادة ردي الاولى زعما الاولى وكانت كل نهار خرج فاطمة الخديمة الوصيفة يوم ولات الخال تكتب ليها الورد والريحان على كل الالوان وفي هذا الوقت انت كنت حاضر معاهم انا كنت في قلب الدار لكن كنت على برا ما توقع لي شي هذه المصيبه يوا دخل قلب دارك وخلينا نشاهدوا اصبر شفت ما كان غير حارس واحد
فين هو الاخر؟ فين مرزوق؟ فين وما جاش معاك؟ مرزوق ما قبلش يجي معايا، ما قبلش يخدم معاك، ما رضاش بقى يكون عبد ديالك. تيقول لي غير يوقف النقد تم هاد الناس نعملوا لهم هاد التمثيل ونمشيو بحالنا. ولا غير في التمثيل قال لك الله خلقو حر خصو يبقى حر، راك عارف كيف كان معاك. كان الكافر بالله كيقلب غير على الفرصه باش يقلبني، كان ما تيحملنيش يا وليدي هاد التضحيات. وكنتي مفضلو عليا من قله عقلي يا وليدي، من قله عقلي. كان تفكر شو العجينه ياك، فكر شو العجينه. الحق نهار نلقى ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتخلص من ها هو انا. مرزوق مرزوق اجق هنا مع صاحبك. واش غادي تمثلنا هذا القصه ولا لا؟ ما فر علينا مازال. يلا سيدي بسم الله. واش كلكم مستعدين؟ مستعدين سيدي مستعدين. هذه فاطمه لصيفه، هذه ياك يا الفعل القرطي تحت انت من تحت لتحت. وهذه البنت مسكينه مالها ما كتكلم ما كتهضر معاك. شنو يا عويشه؟ عويشة كنت بان عليها تتكلم مع الناس. لكن الله ينجيك، الله ينجيك من ساكتة إلى دوات. يلا سيدي الوقت بدل تيفوت. إليكم قصة الحراز وما جرى له مع عويشة الدرويشة. الحراز وما جرى له مع المتعلمين الغدارين. الحراز وما جرى له مع محمود الكافر بالله. الحراز وما جرى له وما جرى له مع عثمان المنافق المفسد، انسان يعيش في اللهو والزهو. اضحك مثلا زيد كتبت قرحتي وصراري وطويت عام جمار سكاري. وش لست نخمم وحدي ونقول اش نعمل مع الحراز واش من حيله تنفعني معاه. حرز عني توكت البيا شمالي زين السميه وحجبان عيون غيره وجلس حاضر الدوام وتركني نشكي غلظه في القلب والعروق. كل من شاف خيالي يقول هذا ماله جنون او الهوى السوق. وهالغرام عرفوا حالي من غير الذيل حراز وقيح يا الفهم قلبو صفوان ما شفق من حالي. لكن بالحيال نخدعو هانت الكمود. سر عيني عمي عثمان ما كتبش علينا، قصدنا المكان بدون ما يشعر. شفتي الحيل احسن من العار. لو كان دابا انا ما تشلفت عليه وبنتي محبتي فيه لو كان احنا دابا باقي تايهين تنقلبوا على عثمان في نخبي عوجه. خير كعبد الله ما ننساه، ولا مشيت حتى ضبط بمحبوبي ما يخصك حتى خير معايا. دابا خصنا كل خطوه عملناها نحسبوا لها الف حساب وحتى تسلو الشوكه بلادي. خصنا نوهموا داك التعب ديال عم عثمان بلي انا صديقه وما كنجدير ليه غير في الخير. وهذا الحراز خليني نتشاق لك مع الحراز. اجي غادي غادي نكلمها. كيفاش غتكلمها وهي محصنه محطيه؟ ولكن راه قدامي عبد الله قدامي بلحمها وبدمها. يا عسات هذه لا تنساهمش من بال راهما قدامك. دابا مراد كرفيق الحماق درب الحجر. يلا نوجدو شغلنا غادي نمشيو اسيدي. دابا من كاين لا مهموم وحمله الدنيا ولا قرا من رجلنا. راه دمك انت عقلك مخطوب رجع على قلبك لا انه سيل هموم وحمل يتقال عليك عسيلي. انا مالكي لا انا عارفك خايف اللي يكون عمك عثمان جايبك لهنا باش يجوج لهاد الحرز بالحق. الحرز ماشي حمق حتى يطمع فيك وانت مازال صغيره. الا كانوا غير تحرميت الحروب حروب نسمك والله غير هما. وجاوبني اللي تخليش بوحدي كنتكلم. ما عنديش هو بالله ما صراحه في مقامي فقط حبيبي دو سلام الناس بو بعدامي. ما بقيت لا في اقوى لا من هام بعد ما راح من قدامي. لا شرابي دود ولا طعام حتى صرت الحيله مقامي. احسن عوانك لالا قلب العشيق وما يقاسي ليكون غير لقينا شي حد اللي يعلمنا محمود فين حنا. انا شنو شغلي؟ ما خلقني الله غير باش الله كنقولو. وقف وثبت محلك الى تزيد قدم نطير مخك. شكون انت ومنين جيتي؟ واش جابك لهنا؟ واش بغيتي؟ ياك ولدي على الهضره بالشعر والقافياتي. اسمع نصيحتي يا هذا ودير بحالك قبل ما تندم وتبكي فيك عيال. امس الخير القمر زين تلبطو عبر علي بالعلي. امس الخير سميت الشياطين. تبارك الله على فتح مرزوق زيادة السوق تريكت الفخر المسحوق. فين هو سيدكم؟ فين هو هذا الحراز؟ سيروا كلموه وقول لي راه واحد السيد جاي يشوف. انا الحراز مو سليمان تحرك من رصامي. حتى انا الحراز مو سليمان تحرك من رصامي. يالله يهنيكم. انا رخت عليكم اللي يصيفني اخبار بلي انا جيت لعندو وما علمتوش ويتخلص منكم. وكيف نعملوا هو مو سليمان نحرسوا لالا عويشه؟ لا بذكر سميت عويشه على فمك. دابا يسمع سميت عويشه ويمشي يقول له ما سمع عويشه. وسيروا كاع انتم بزوج كلموه باش ما يلوم على حتى واحد فيكم. وهذه البنت هاني حاضيها هنا حتى ترجعوا. الحق تكون على بال الحراز ما بغى حد يقرب. انا هنا غادي يقرب هادشي غاشي. من هنا من هنا
بداو المصائب الكبرى. يسعد وقتك لله ويشا. يسعد وقتك سيدي. تبغى تعيش يا لله وعيش ومثالك الباهية. ايوا هاد الغزال الشارك اللي حداك شكون هي؟ هاديك غير فاطمة بحال اختي. سبحان الله حتى انا محمود بحال خويا. محمود اسمعي ويشا، انا اسمي عبد الله وعشر ايام هادي وانا ومحمود كنقلبوا على عمك عثمان فين مخبرك، واليوم عاد عرفنا بلي جابك لهنا ومراد يزوج في هاد الحرة. ولي 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 وحدي. انا غادي نهرب لهم كاع ونتهنى. الله الله خربوا عليك البيبان. ودابا شنو المعمول؟ مرادنا نبعدوك من هاد الدار. عمك عثمان راني كذبت عليه حتى بشالي بصرارو ولا كيعتبرني صديقو. ومحمود فين هو؟ محمود موجود. عبد الله مسكين حتى هو موجود، انما انا حير ما عرفتش باش مطريقه غادي نجعل هاد الحراس يثق فيا ويقربني ليه. هكا هاد الخل خالد عملي بجد راه ديال الحراس كان عنده بغيه هذه من العويشه، ولا انت قتلتيه ليه يقدر يقرا فيك الامان ويجعلك من الحباب. ما عادي ما يتسكى فاطمه، ولكن كن على بال راه الحراس هذا ماشي دق عمي ما عادي ما يتسكى. يا قلت لكم ما تثقوش بحال الراس يا كحال الراس. عويشه فاطمه ياك ما قرب لكم شي واحد؟ ما قرب لي ما حد سيدي. الحمد لله الحمد لله. هاويش كيف شفت يا بنتي رانا راني خايف عليك بزاف. مسكين قلب كاين شيشه سيدي. ما هذيك القهوه نهضر معاك انت هذيك العمى دابا نديك لطبيب السنان. عيشة أنا تكلم معاها عيشتي عيشتي أنا شخير قلتي الهدرة. بسم الله عليك جاتك حبي اليوم. لا عيشة أش خبار كيف جاتك بعد هذا الدار اللي صوبت لك هذه أبو كيف جاك مولاها؟ خير كاسيدي ما نكرو وراني حاسبك بحال بابا الله يرحمه. بحالاش؟ باباك باباك رحمه الله تعالى عقل عليه ملي كنت صغير تلا في الزنقه تلا في السركوس كان فك رحمه الله كفى من شيل. ايه مسكين راجل راجل اللي تبع عقلو شحال تفنى فيه الزغبي رحمه الله. هذا كتشبه لفه باقي لا تبغي تضحكي معايا ياك. يا خناري اه خناري امولاي الخير فينا واد الحراز؟ الحراز هو هذا وقف عندها ما حتى لك تكون انت كاين. ها الله يجيبها وليدي. انت هو الحراز؟ انا هو الحراز. اش كاين؟ ها قلنا لك الله يجيب. هذا راه سر ما تحدي طالع عليك. سر سر بحال كي ما عندكش شغل تمشي تقضي. انا ما عندي سر كلشي كيتقال جهرا. غير نقول غير قول. قال لك عمي عتماش بشويه تبشويه عتمان هو اللي مصيبتك. ايه كنتي تقولها لي من المره الاولى بشويه. صبا اللي ما راه كيفاش عامل عتمان ياك عتمان هذا غليظ هو هذاك عتمان. صبر صبر واش نمت فوجو هنا هنا شنو نمت فوجو اللحيه وما بين المنخار والفم شنو؟ الجعافه. لا راه الله يلاه عرفتي هذاك اللون ديال البداد عثمان بيضاء. سير فحالك سير فحالك. البداد ديال عثمان خضراء فيها شويه الخضوريه. يلا اش قال لك؟ قال لك عمي عثمان محمود عرف المكان وما راضي يخطف لك اللحم بين السنات. اسكت راني راني عطف على قلب مغيار. ما كتابة مطلق وزعفان اوف بحركة مولاي. يا انا بغيت يطر لك يطر لك من هاد الجهة بعد لي من الدار. معلومة يطر لي تات الله يسلمها من الثقة حتى في انا. لا وليدي انا ما ثيق شي فيك هذا الحق. واخا كاع جبت لك الخول خال. الخول خال ديال الخول ديالي انا تدري بخيل كان هذا خول خال. عويشة دارت لي بها في مكتوبي يا فهم درتو نشالي كيف المعمول لا تسالني مولاة الخلخال. والله إلا عندهم الحق عندهم الحق. كان عندي واحد الخلخال حطوا فوق صليتقة مزوقة وتسرق لي. سرقوا لي دخلتي من الشرمية؟ لا ولقيتي معلوش لا صديقة. لا 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 صديقة مزوقة. لا سرقتي ليا؟ لا ما سرقتوش. جيتي أنا مزوقة جيت أنا برا وجبتي ليا؟ أييه الله ينتهي على هذيك اللي قاعدة مزقة تيجيبوا المولى. أصبر راني داخل الدار ومن بعد نخرجوا غادي نكملوا المحادثة. يلا ندخلوا كاع جماعة الدار. لا وليدي لا الدار أنا عندي ممنوع الدخول على الذكور بقى غير هنايا. خينا قريب يطيح في الشبكة. عيشة اش كنتي كتسمعي؟ اش كنت كنقولها لك الراجل؟ اش بغيتي لي نسمع؟ انا
انا بنيتي ما بغيتك حتى تسمع لي كل جبرت تكون اسمك مره واحده نتينا وكاع من هذا الغراج والبرجان غير سمع قلت لك ياك ما سمعتينيش كنت كنقول هذاك الانسان ويلي ما سمعنا راجل احسن لكم ما سمعت راجل قال لك بنيتي كلام ولاد اليوم ما فيه غير النحس والبخت الشبان كلهم خطر على هاش كان كيقول لك لكن بيبي اش كان قالت لك لالا اش كان تيقول لك ذاك الراجل وانتي وانتي الفضول دخلها لسوق التلالة هذا كاين واحد الانسان جا عندي قال لك خصو باش يتعشى واحد طلب مني 35,000 ريال وقلت ليه ما عندي شيء تصرفو مشى بحالو صافي هذه حسبتو بحالو صافي يلا بغيتي دخلي للدار راه الريح بدات هي بدات تتحرك دخلي للدار علاش بغا يعمل لينا احي انا بنيتي ما تتعرفيش هاي الريح الريح كله خطر الا مشى حتى صاد فيك غتولي شوف كلك تقول توم غتولي مرا سمينه في التركينه وخصنا داك الوقت تدشي تدخلي من الباب سيري دخلي للدار بالك غير خلينا هنا حتى كاع يجي قلبي بغا يشوفو قلبك اجا بقلبك الهضره اجا بقلبك الهضره تمحدينا في الحياه عمرك ما تكلمي على القلب مزيان الا كنت انت ما كتبغيه انا راه كنحبو ولا كلام الحب هذا الريح المعكوس كلام المعاني هذا دخلوا للدار بالك تخف هما اللي جاوا معك عثمان غادي نصوبوا معاه هاد الامور شدوا البيبان والشراجم والطاقات كل من هي طاقه عاطله على برا شدوها وقلبوا هذيك المشه اللي جا مع عثمان راه يمكن تكون مش ثاني تعسنا ولا مازال ثاني ثاني اش سمك الله عبد الله عبداش عبد الله كيفاش قلتي اسمي عبد الله شنو عبد الله غريب تروح ما اسمه هذا السميه اليوم عبدك عبد الله عجيب يعني محمود لا لا انت هو محمود ما كنعرفو محمود ما كنعرفو هو انت لا لا انت هو محمود انا عبد الله محمود صاحبك هو اللي جبتك ليا محمود هو اللي جبتك ليا قالك شي هذا الحال محمود شي محمود اللي جبتك ليا انت محمود ما كنعرفو هو صاحبك نعم عبدوش عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله محمود محمود الله قلت لك يا ولدي السي عبد السلام الله يبارك لك عشان السي عبد الصبور الله يبارك السي عبد الجبار في مصيبة قلت لك السي عبد الباسط واش دابا انت يعني في حسابك واش هذا غشيم جيتي دابا تدوخني وشفتك بحال اللي طمع فيا انا طمع فيك كان عرفك اني ماد العزب الله يجازيك بالخير ما كيعرفش يمكن يسخطوا عليه والدي كذاك وليدي تقضي هاد التعب باش يبعدوا مني الناس ولا راني جلا خالتك الان انا هادشي كله عاطيني بالكفا الله يعطيك الخير ولو كان ما السي عثمان عزيز عليا وحبو قلبي كاع ما نجي لعندك ولا نشوف وجهك لا ظهر ودرو قبل ما نولد تاعك غادي لعندك اللي راه السي عثمان مشى يجيب القاضي والعدول باش يكتبوا العقد ديالك على عوشه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته القاضي والعدول انا هادشي اللي ضر ليا منو لا تقطع ليا شي سي عبد الله الله يهديك تخرج من شي يا سي عبد الله سيد غير عقلت على سميت في الخير غير قلت لي سلك عبد الله ويقول لك سلك عبد الله هذا صار حلاويات نحكي لك واحد الخرافه وتصالحوا هذا واحد الراجل كان غادي في الزبطه وتلقى واحد الراجل اخر قال له علاش سالي سي عبد الله الاخر قال له كلنا عباد الله بازل هي الخرافة في الوقت تضحك بازل هذاك الراجلين كان غادي في الزنقة لقى واحد الراجل اخر قال له علاش سي حمزة قال له الاخر كلنا حماميز الله هنا الخرافة راه تضحك هنا اللي بعث له تيضحك يلعنهم طول الحياة جنقلوا قريات خاصة وغزالة عن هاي يوم وصل لازم ورصاد بنت ظريفة عذرة وبعيا ولطيفة في العود كتخبل وتصيح معاه بالحجازي شغول الشام صايلة بيهم عال جمع الريام وعيوت الغار مع الكلام بنت 12 عام عندها عمرها عذرة مخنطرة بصغرها عندي كابرة أنا حبك ساكن القلوب يا المحبوب كيف سكن قلبي حتى ضحيتنا ما شوقك زايد لشغوب يا المحبوب بيعت مصاب طول الدوام شغل ما لعبت جمالك مغلوب يا المحبوب
كايقول بوجوم تشد الخنصاي فيك ندرك جل المطلوب يا المحبوب كان قبلتي ندك بساي المواهب يا كريم العسل والنسوب يا المحبوب يا همام لا يغضى في الحكام غايب روف لي بكبال المغروب يا المحبوب يا اللي من الفراق على العيون غايب يا اللي معك عمي عثمان مهنا قلبي عليك غلا ما خاصمت مع هاد الحراز ودخلت شيطان فيكم وفرقت لكم الشمل باش نتفرح حتى انا محبوبي حتى انا كوالينا الغراب وصبح قلبي يهتر بالريم فاطمه من نهار نضرب جمالها طال عقلي وتغير حالي ولات حالتي كتشفي العدا والحساد اوعدي الحب والهوى والعشق ونار الغراب محلت صدى في عطاياها قامو كل واحدة مقامو في موجتي وضحى بحسامو مع سهامو يطعن ويزيد بالجراح عدامي في غراضها قدامي غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوابها بالمرحمة رحمي يا راس العقل ارحامي من شباب طاسامي كيف نبقى هايم ونتيم سليا روفي يا رز الفضمة اوعدي ما كان هكدا ظني يا بنت الكرة بغير سباب غلامك بعد ما قبلت قدامك بالقهر ورعيت دمامك في غرامك ضعت بشفاك وليامي أغريبي وهيامي لاش عقبتني بالظلم بعد ما قطعتك وانت الظالمة رحمي يا راحت العقل ورحامي من شهر ما تبخلي حتى بالكلام ما جا رسول ما قلت لي كلمة واش ما في قلبك رحمة يا اللي جرتي بالقسمة وحبك ما في قلب القلب زنت نار ضرامي بردي الصوت الحامي بلوصل ولمصلي بشفتك هديك القافية النازمة رحمي يا راحة العقل ترحامي من شرق فاسقامي كيف نبقى هايم ونتين سليا وفي أرض الفضمة أوعدي شوفي بعلم حبك هذي الغلا سقيمة كيف نبقى من سيدي ما بلا سقيمة واش انتي اليوم سمعك صامي بيني جواب كلامي بغيت تفيدك القلب لين انا عبدك وانتي الحاكمة رحمي يا راحت العقل ترحامي شجرك بين يديك يا قرة عياني مالك عامل راسك في هاد الحالة تنكرت في سيفت عمي عثمان باش لاقي لي تفوت مع الحراس وجاب الله تعاوني باش نعاوني الحراس لا شي لهنا انا خفت منه خفتي منه كاع ما خفنا من الرجال نخافوا من السبع سال زمان تقدر تقولها لي في وجهه غادي نقولها لي قولي ولكل واحد بغا يجي من جهته انا اللي حرمت محمود من عويشه بالحق اليوم غادي نسمع الغلطه ديالي ونطيع عويشه ونمشي بحالي راك غير كترقع سيد الحراس راه بعدا عجبات عجبات هي اللي عجبات الحراس
ولا تقصدوا على محمود. ولا يا قبلات انا ما قبل. انا اش تقول لك انت مسلط عليها؟ انا عمها وانا الوصي عليها وكنت هي فوق الكلاب. اسمعني عليك ما الله يجعل البركه في الحرز اللي غادي يحميها وحاجه اخرى كاع ما تبان. اشنا هي؟ عرفتي اشنا هو الشرط اللي بغات تشرط للعويشه على الحرز؟ الله يسمعنا خير. وتمشي يا عمي عثمان تضرك مع عثمان هذا المكان. ويلا عمك عثمان ما بغاش يمشي بحالو، حتى هو عنده مصلحته. تعرفيني يا فاطمه وقبليني نتزوج بك. كي عاد الشق بعد الراس؟ سير بعد الراس كنت قعدتي حتى دخلت السلسله لعظامك وعشات فيك انت الى عاد كتقلب على الجوال. ياك الى ما ندمت يا فاطمه على هذا الكلام خليك تسال الرجال. اللي عندك عيلها اللي عندك اللي في جهتك ديرها واللي ما عندك عيلها الا سميت سيدي مولاي كعني الا ما يوريك كل الحدث حتى كتسمع. الله يلعنك ويلعنك ويلعنك باش نسيا من عني. هادي رجلي غادي نمشي عندهم في البحر تدلعها. زياد عويشه المحمود ومالا كانت لك الحراس غير اجي وخذ عويشه. اش تقول تما عويشه المحمود تقول هادشي فوجا الحراس؟ أنا نقول فوجا الحراس، علاش يكون اش يكون الحراس؟ لا لا الله عليك عثمان حتى انت معاهم حتى انت ضدي. لا لا الله عليك عثمان يا صافي يا غير سير حتى انت كون ضدي عويشها ليا ولا ليها. هذاك النار هو اللي ما تشوف ولا تشرق عليك فيه الشمس. اما عويشه ما هي اللي ما تعرف تملكها، هي خصها شاب يعرف معنى الحب والهيام. شاب يعرف معنى الحب والهيام؟ وانا في قضيه الحب والغرام سماوني حكيم. نعلات الله عليك يا عثمان، نعلات الله عليك يا عثمان. نضرك عليك منك نعاود نشوف قصدك ما يعاودها انت في المراح. يا كان برجلي الطشه. نعلات الله عليك يا عثمان، هذا هو السيد اللي كنا كنتمناو بركتو دخلينا للجامع بركتو. لا علاك الله عثمان الى يوم الدين. ها عثمان 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 السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي عثمان. عثمان هو عليكم ما متقبل هذه الحلاله حتى العمليات. هو عشقي لا معنى هذا الحلال يخلص كل شيء.
انتوما، انتوما ناس صحاح ما تقد عليكم غير السهلة. حريص دفع ذاك اللي مخدمكم الشعب تقول العب عظمه ماشي غير عم بيادة اللي ما تدفع لها لا صحة ولا حياة. خممت خممت يا منو إسرائيلية، خممت يا منو إسرائيلية، كيفاش نعمل حتى انا الحيان باش نغلب هاد النادي كل مرة تصيفوا ليا بصفة. وقلت ما يتعني ما يتعني غير حتى انا نشريو نسوا، وجيت سالك دايرك سوا خضرا العكاز الشمالي والتسبيح لاجل الدكرة. اش كاين هادو من الناس؟ واش انتوما من صحاب الحراز؟ واش انتوما من صحاب الحراز؟ إلا كنتم صحاب الحراز غادي نبدلكم، غادي نمسحكم من صورة بنادم لصورة قطوط، غادي نسلسلكم، غادي نشوهكم بين العادي والبادي. علاش كنت اسمي؟ أنا اسمي ما يخفى وعقلي ما يخفى، قاري علم المنطق والسنوسية والبيان، وقريت بعدهم الخرشي وكداك البزي، قريت البزي بالزمني ورهوني والرسالة، وابن حجر ما خفاني يا الفام الغام صغري، بغيت نحبتك بسير نظامي وبحسن نظامي، قريت على هالحكمة، قاري على أصحاب الحكمة، ورويت رويت 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 عنهم الأسماء، رويت عنهم الأسماء، شحال من خدام قاري بلا خفا علم النار، قاري بلا خفا علم النار، قدام عندي طيعة القوالي سلمي عارضة على الله وعليك ولي الله، جيتي فوقتك باش عاونا على ذاك الحراس تنتقنوا منه. ياك ما انتم من صحاب الحراس؟ لا سيدي احنا من عزيان. هذاك راه واحد كافر بالله منه ما كاين، جينا ناويين نخرجوا من عاصمته العذراء، ملكها بالغدر وتجينا عنده في القصر، غادي نخرجوها من يدو في البدر. احنا جينا وجبنا ليه محله. محله؟ ايه جبتوا ليه محله؟ وين راهي تظلم؟ اش قلت لهم تجيبي لي محله؟ تعدي لي صباطك وتعداو عليا، يكون ما تفكرت لهم ما عرفتش واش انا هو الحراز. جبتي لي محله الكفار بالله. يا سيدي حيت جبتو انتوما محله، حتى انا راني جايب محله، هادو راه مؤمنين صحابي كلهم، جايب محله وغادي يهز واحد المنبر يهرسو على راس الحراز، وصحابي انا وصحابكم انتم غادي نتعاونوا وياد الله مع جماعة. سيروا تسناوني حتى هذيك الزيتونة قرب الكدية، هاني فاض عليكم وياد الله مع الجماعة. الله يرفي الله. شعبت لهم كفر بالله تعدوا عليا، شعبت لهم فاتح مرزوق. شنو هو ذنبي؟ شنو هو ذنبي؟ أنا إلا بشر بحالي بحال الناس، عشقت واش انا ما عندي شي الحق يكون ندير شي شويه ديال الحب؟ كيفاش نبقى بوحدي؟ حرموا عليها وليداتي، غدروني عدياني الضار هذاك محمود. كل مره تهزمني بشكل انما انا حاضي لهم، انا حاضي، والا كانوا هما دياب انا سبع وعند فورا يظهر الحسد. Yeah.
سيدي تسليم اولاد الشيخ تسليم. تسليم شكون نتوما؟ سرنا ما يخفى والاصل تاع علي صلاح البلاد صحاب العلم والحكمه والجدبه كنت تبارك الحراس قدام ما قدام لي غدا وكل ما خصنا يربح ما يخسر انت الحمار في السوق هاي غير فرض الله مصري ايوا هادشي هذا الظاهر اش خصكم اولاد الشيخ واش بغيتو واحد القصعه ديال بداز زاد خو الله نعطيكم حتى الخير شوف غير سكتوا السعد جا لباب دارك والخير جا لعندك الحراس وغنم الوجيبه قول مرحبا بهلكمال قول مرحبا بهلكمال تعرف سيدي حاجتنا وانت يا جدي غبنا لازمنا نريو خسرنا دخلنا الدار والقصر كرنا العود والسهر جينا عيد الخير والسر ود عليه لس جاوبني عن هاد القوال سيدي الرحال سيدي الرحال حقا ولي الله كميل ليس نبي ولا مرسل لا شتكم انتم هنايا عشرة طوال بطاطيكم كيف الكبال وركبيكم كيف الجمال وكمال تحضاش ختال جايبكم انتم الحمية جايب فاتح برجوق نكرموا هاد الناس نكرموهم بلعب كويس نارات الله عليكم هذا عاوتاني هذاك محمود جاي ليا اجيو لهنا وليدي انت اجيو الكفار بالله شتي مازال زايد فيه بالحق عيا ما يكتمش راحتو وصارو وطبع المجمار سيارو وجلس وحدو يخمم ويقول كيف يعمل مع الحراز واش من حيله تنفعو معايا حرست عندو توبت لبيا شمل هادو زين تسمية وجلست حاضي عند الدوام منضف القلب والعروق يا رجالي ذاتي بهواك فاليا وشوق مع الغرام للقلب الحاس ليش فزت براحة وانا مشارية ومرامي يا ابو حرام بدك دعجاج واجلي بنفقدك بالدمعة ويا والجسار حوز القهر وريق وفزت حرام شوق مع الغرام للقلب نحاز ليش في الصبراحة ولا مسارية ومرامي يا ابو حرام منك دعجاز نواجلي من فقدك بالدم حاوية يوم عليا بهاك بنقهر حراز امال حراز كان وضال راضية كلكم غدارين كلكم منافقين كلكم ما تتخمموا غير في مصلحتكم بالحق وصل الوقت فاش غتعطيوني الحساب انا هنايا غتعطوني الحساب واحد بواحد فاطمه غتقول لي علاش خرجت للسوق بلا خباري وانت سيدي تمصم بالقلقم اللي درناك تعس علاش صلحتي وانا يا الحراس انت حريرتك حريره من بعد نشوفوها اش عملتي كالحراس ما جاش عمل تليفون نسيتي هذاك الشيء اللي درتي في السوق انا انت يا الحيط القرشان كذبوا عليك لعبوا بك هروا بك العديان بركه عثمان بركه ما جابهنيش هاي واش انت كذاك دابا مازال تكذب فاطمه احكي لي القصه من اولها الى اخرها مع عثمان يا سيدي هذا الصباح ما بيا ما عليا كنصلي كتصلي انت كتصلي شنو تعرفي بعدا فين جات القبله في اخرج للسوق وانا سمعني عثمان كيعيط ليا حتى بدا كيشكي عليا بالعشق والغرام ملي الدور كمل قال لك بيهرب لك بلا العويشه ويتجوج بيا بالحق انا ما قبلت ليه لاقاش هو كبير عليا وانا باقي صغيوره في الزبير في السليله الزبير في السليله انت
انت سيدي تصب القمقم اللي قلنا لك تعس لينا على الدار ودرناك تعس لينا على الدار ودرناك عساس. دابا انا خصني العساس اللي يعس على العساس والعساس اللي يعس على العساس اللي هو عساس على العساس. انا سيدي كنت حاضر هاد الاولى. ايه اليد على الطبق والعين على منظر لا ظهر. الثلث الاول في الليل ما فيه كلام. هذا كله نعاس. الثلث الثاني بحرفه الاول حتى هو نعاس. الثلث الاخر في الليل ما شعرت حتى لقيت راسي جالس وسط جماعه البنات. سبحان الله كنقوم جماعه كتغني ليا من داير وجماعه كترقص ليا. هادشي كله كذوب وما كملش حتى كلمه الصح. وإلا قالت لك تذكرني سنه باغي نتزوج بها راه غير كدير الدعايه لراسك. الحقيقه هي راه تتحبني ولكن انا ما تنحبهاش. انت دابا اللي معفر على هذه زوينه. كيفاش انا زوينه؟ اي لا بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لك عثمان هذه القضيه سبزات لنا مالكة هي وخذها حجوبة والريم حدا من ضي السعدية الغزال زهرة وعبوش ورابية والنالة وزاهية رقية وحمولة حبيبة هادو 12 دخلوا بشراب مع القماش المعونة مقوم والعذراء فيها شي غزال وصايا الحراز باللي زدت انا يا خدامه بعد وصلنا الباب نقصر نطقوا الرصاد يقولوا تواجب يا حكيم. بركه بركه من الهضره بالمعوز والكلام من تحت لتحت. اش ظهر لك يا عثمان؟ قلت لك يا راه كتحفني ولكن انا ما تنحبهاش. انت دابا اللي معفر على هذا العجب هذا. هذيك هي راه تحبني مني كنت مازال صغير. على فين عمرك كنت صغيرة عثمان؟ انت من خلقك الله وانت قد هكذا. واش دابا غير اللي جيت نهضر معاه ما كاين غير الكلام على الحب وعلى الغرام. واش عندي انا هنايا سوق الهوى والشباب؟ ما احنا الحب في المنام. طبق عليا كمات الكلام على الحب في المنام. عاف الله عليك. سعدي يا فرحي سعدي يا فرحي هذا هو اللي مكلف بالعسى. وليدي فاز وليدي فاز. لا ياك لا يفاز غير ناعس غير ناعس. ياك ما زعزناك سامحنا سامحنا. واش غتفيق من عاد انتوما تغرتو بنتوما؟ انا سيدي لا باقي نعس زوجني بفاطمه. شنو اللي فيك؟ انا سيدي لا بقيت نعس زوجها هي براسها. اللي بغيت نقول لك انا لا اولى شي بركه. حتى انتما الا طلعتوا لي الزعف راسي غادي نزوج شي بشي ولد هنا. غادي نزوج فاطمه بمرزوق ومرزوق بفاطمه. او لا حسن نزوج فتح فاطمه وفاطمه فتح. قلت لك يا عثمان انا راني مستعد ننسى كل شيء كل ما درتي لي من كذوب ومن بهوت. انما راني في الحقيقه ما ناسي شاي ما ناسي شاي ما ناسي شاي. ولا عاوتاني تقلبتي عليا راك ما تشوفش من عندي الموزونه الصفراء. راه غير الشياطين اللي بغاو يفرقونا. اما عمي عثمان ديالك انت ديال عمي عثمان بالحق انا ما خرجتش عليا حتى انت الكلمه. كلمه الشرف عثمان كلمه الشرف اللي عطيتك هي اللي كاينه. انا اللي خصني هو نتزوج بعويشه وهي قابله. قول لي يا عثمان هو اش خلى ليها بالي وبغينا نوقفوا البيضه في الطاسه اش خلى ليها؟ اش خلى ليها الزر دويره راش يا شيشه قيسها صحيح. هي هذيك لابد تقولوا لي ولكن من غير هادشي اش خلى ليها؟ الوصيه خاوي اخويا مسكين ما كان يكسب والو. وحيد خوك ما كان يكسب والو علاش طمع فيا نخلي لك هذا الوصيه وديما تابع لي باش تخلي لي كل ما في الورد؟ راني ما كنطلبكش على الحراس تنشرط عليك. الا بغيتي نتزوجك بعويشاتي خصك تكتب لي قبل ما يتكتب العقد باللي راك تدخل على كل ما بالوصيه. انا ما نسامحش غير في الدويره ما نسامحش على جوج ديال الطيور في ثلاثه في حومه في الدرب في البلاد كلها على عيون عويشه. ونصاب غير نصاب غير تحفني بصاب ونصاب نلقى غير شي دواء باش نخرج هذاك السم اللي زاد ليا قلبها هذاك محمود. ما عرفتش شي واحد صاحبك يقتلني خلاص. واش انت ديما معفس والضحكه ما تطلعش على وجهك وبغيت تعطي قلبها؟ لا 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 ما تحملش داكشي ديال الضحك ما تحملش كاع السلام الكل. انا اللي عزاز عليا هما الناس اللي معفسين الناس اللي ديما تيبكيو كاع الا لقيتهم تيبكيو هذوك هما صحابي. وعزاز عليا الناس اللي تيغنيو ايها الراقدون تحت التراب.
يا نعماس اللي خصها شي راجل اللي يضحك بوجهها ويبتسم ليها. لا 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 تتعرف الناس اليوم تيه وترتلي وراجل تلعب بيدي وشلي وينين حبس لا أعتمد تلعب بيدي وفرشلي ولي ما عنده رجلين اللي هو حبل وتلعب أعتمد. وهذيك الجنية ديال فاطمة حتى هي حتى هذه تيه خصك تضحك بوجهها وما تطيروش ليها. راه هذيك هي السرد باش مسدود قلع وجهها وإلا متها في يدك راك مسدي كل شيء. غادي نعمل بنصيحتك. يلا سيدي راني داخل عندها مرزوق. ايوا اي 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 اش غادي نقصها ولا تلاق باش مايا الحراز وبين التبسيمه. ما قديتش انا ما تعرفش هادشي ديال الضحك. ما قديتش عريشه قفلت الكب القضيه على احسن ما يراه. مسكين هاد الحراز تاخذيه ملي قلت له وصيه خويا ما عرفش باللي خويا الله يرحمه كان اغنى راجل عندنا في البلاد وهذا هو السبب علاش حرمت محمود من عوشة. كنعرف ما غاديش يدير من وراه غير الريح. وهذاك عبد الله فيه خصني نحبي منه راسي اللي خسر لي العلاقه مع الولد. القضيه ناجحه ولا اجحه هادشي علاش نتوما الرتيله ولا انت مرادك غير تربح غير تعويش على ظهر الحلال. القضيه ما غاديش تدي غير الضبانيه تاع معتمد. القضيه في امان الله وحده. بغاو يظلموه مسكين بغاو يظلموه واخا هو ما كيظلم حد. لحق ما حكي انا خدام مع عمي عثمان. عمي عثمان واخا هو كيشك فيه وكيحسب انا معديانو. هادو الدماء وليدي عبد الله. عمي عثمان يا وليدي عمك عثمان اللي كان مغرور فيه وكان ولاد حرام بغاو يخاصموني معاك. انت واحد منهم مع عمي عثمان ما فلتي غير بالمشقه ومازال كيوجدوك فين تغرق ان شاء الله. كان عرف ولدي عبد الله كان عرف نحمد الله اللي لقيت جنبي ولد الحلال بحالك. احيا انا عمي عثمان مازال ما عرفتيني وكان اما كون عرفتيني صلي على النبي. احكي لي ولدي زغلوا في العديان. لا غير اجي احكي وكان عرفتيني السبب سمعت داكشي اللي قالوا على حساب كان طالع فيك كان بغي الفلوس. انا ما كيعجبونيش الفلوس. انا ما كيعجبوني غير الفتوح. يا ملي غير الفتوح شي باس ما كاين. عبد الله خلينا ولدي من اللعيبه. انا دايز عمي عثمان حتى كنشوف داك محمود وقت ما واحد الجماعه ديال الشلاعبيه بالسره وكانوا كيتذكروا على شي ولقه ما وقع خلاها بات عويشه خصوصيه يا اخي وكيتذكروا باش يمشيو عند الحراز ويقولوا ليه داكشي اللي فيها. بالسره راه السره سكت الحراز انت واحد الشيطان من الكويكينات. انا دخلت عندها ويشا ولقيتها ضحكه ومنشطه قربت وجهي عندها وهي تنفت لي طريف ديال الحياه وضحكات. عاوتاني قربت لها عاوتاني تنفت لي طريف ديال الحياه عاوتاني ضحكات. الاخر قلت لها بركه من الضحك بركه من تجيب الحياه وقالت لي مشي جيب ليها الشيخات. ايوا عندها الحق من رجعت لها الدار وهي محبوسه تيخصك نعمسي تخرجها للعرصه تمشي بها للهوا وتجيب لها الشيخات. لا لا العرصه لا الهوا لا الشيخات ممكن. عمي عثمان بصح انت مرادك غير في الورد ديال عويشه وفي الملاكات اللي خلى ليها باها. واش بغيت تسكت ولا لا؟ اش قال لك هذا عدو الله هذا اش كيقول لك هذا؟ لا عبد الله راه وليده غير مازال ما عرفتيش. لا عمي عثمان بصح قلتي الحراس نصيه ما فيها غير دويره هشيشه وراشيه وكذبتي عليه. واش بغيتي تسكت ولا لا؟ اش تيقول عند الخربه ما سمعتش. اش يا عمي عثمان ما قلتي لي كاع ما كتحمل الحراز وغير كتنافق علاش عمي لك مسكين؟ راه بدات تيغلى فيا الدم وقربت نزعف. عمي عثمان عمي عثمان الله يسخط عليك. لا باس عثمان لين غادي؟ عند عويشه شويه عليك ممنوع من عند كل دخول عند عويشه. لا حتى انا عم ما عمل فيها ثقه. انا انت مالك ما انتش اي راجل. انا بنفسي ملي كنبغي ندخل عند عويشه كنقلب واش انا هو انا ياك ما يكون انا هو شي واحد اخر. جبتو راه الزنقه هضر معاها راه كاينه واحد التويقه ديال الحمام عطيه في الزنقه الاخرى هضر معاها من التويقه. اوعدي التويقه والهوى والعشق ونار الغراب محلت صدى في عضايا قامو كل واحد داير مقامو. شنو القام كنت انا؟ ما نقولك حتى الكل بيني وبينك. انا مناش خفتي تلضي عندنا القضيه وهي كتعلق بكوبيه وبعويشه بالورد ديالها والطويره. اولا انت منع عليك منع الكليين باش تتكلم على عويشه. ثانيا شكون قال لك واش عندها في الورد غير دويره؟ ثالثا شكون انت؟ رابعا اني راه ناكرك. خامسا انا متخاصم معك دويره.
على رقبتي دوك اللي تهموك بالعياقة إلا غير حكتو عليك. أما راك بهيمة بلا ما يقولها لك حد. على هو غير قال لك الوصية ما فيها الدويرة وتكتي به. علاش كاين فيها من غير دويرة؟ عمي عثمان كاريني ما نقول هاد الهضرة لحد. بالحق أنت غنبوح لك بالسير بلا يدك بلا مزونة. باش يقول لك هذاك ولد حرام؟ يلا يا سي ولد عرفت يا عبد الله راه وليد الناس ماشي راه تقي وطاهر وصابوح وارع قالها لي كاع هو فمو فمو قالها لي دابا عاد عويشة طلبت نجيب لها الشيخات. الشيخات شوف يا الشيخات تعرف الانسان مغيار شوف واش الشيخات شيخات خينا بديت تبيع تحسن لو بديت نتخل بيه خينا بديت في الصنارة على سلام شكرا الفخ هاجبتي هاجبتي وانت انا قلت الله على نسمع هذا راه غير الغربي طاح في الفخ طاح في الفخ يا مولا هو انا صفت عندك واحد سيدة اسمه عثمان هي على كذبه عثمان عاد باش نغنيو ليه ايوا نقصوا ليك مرحبا زعتر البركه منين نتوما احنا جينا ليك من فاس الى دار زوار انت يا حكيم عز الناس جبت لك رباط زوز سلوان معاك وقصر حتى الفجر يلاه تتعرفي ديري انتي كنصبح اخويا يا غادي نشطلو جميع عطاك خينا بدا يدخلو الشك كيف جاتك الربعة الحراس ربعة تبارك الله تبارك الله شكون هي الشيخة فيكم انا اخويا انتي حصلة محصلة جايبة لي محلة اروحي تشوفي شي قشلة يا بنت الزغبية انتوما يا خصكم طباخ وخباز وانتو ما جيت تربونا عليكم قاسبو تربونا عليكم الله إلى يوم حسابو استعنا بالله عليكم أنا عاوتاني هذاك محل الجنب ربيان يقول غير عاد شكون هو فيهم عبد الله هاد الناس هادو ما تعرفهم شاياك لا والله العظيم ما كنعرفو به ومحمود ما واش يفوز منهم والله العظيم ما كنعرف محمود وما جبتيهمش انت هادو والله العظيم ما جبتيهم وانت كاع ما تتعرف هاد الناس والله العظيم ما كنعرفو الحراس شحال من الشيخه قلت لي نجيب السر الاخ هو اللي راه الشيخه جاو واش ضحكوا علي انا وياك قول لي انت اللي جبتي واش ضحكوا علي قول لي والله العظيم ما هو هو انا الله يخليك عندي واحد المشكل بغيت نتذكر انا وياك واحد الخمسه ديال الدقائق دقيقه الله يجازيك بخير ما عندي محصل عاد هذا راه هو محمود شدوا لي هنايا شدوا انا راجع عليه عندك تمشي تطلقو بحال شتينا محمود خصنا دابا ما نطلقوش هي القضيه ديال كتعينك وجلاني هذه لوحه معاه فوق خدر وجنا لك من صولات يا اللي نازل في دواخلك مكمية ما لهاد الحراز جفا ولا رطاب حيلات ما تدخلوا خلات
محمود جاي. حرز غزالي قتلان، حرز عني سود نجال، حرزها وحدها على عيون عداها، فبساط صوتني يرضها وعمل كل ما تمنى ذات الجمال، ما يوصلها واشي ولا تشاهد غاشي، رسول راسها كيف يظل لباس، عزه الفرجة بالغصان، الصفرة والكيسان، فبساط محصن بصوار عالية وقفلوا بيبان، فرياض منعم بشجار باسقة، الطيار في الشجارة ناطقة، وجداول بمياه دافقة، والجاموس يروج والمهر وشتادي، متى يخصاول في غير تزور ناسها أو يزورها، علم جيهم تغنم فرجات هك بنيتها، لولا رقيبها حرزها، وانا كيف نعمل واش المعمول، واش من حيلة تنفعني معاه، حتى تضرج في بطاحي وتعنق لي بضعاد ونحوز ديال الماء، حرز غزالي بودلان خبيت مشحضة ديال الوجبة ومشحك الحرس على الوصيه وفسترلو شنو فيها، حتى طربي الحرس الباب رسامو وحرم عليا باقي الحرب الساحل. ايه الله يرحم سيادنا الاولين، قالوا كل من هو طماع خسرتهم عمية، ما يربح ما يخلي من يربح، كاش جابك العراسة من طوف الراس. تبارك الله على عبيد الله، تبارك الله على اللي ما في قلبه حتى قطرة من ذم الإسلام. كيف تقول لربك يا ابو دعوات يا قبيح فعلات؟ تبارك الله على عمي عثمان، ملي كنشوفك مبشور وعلى ما تصور ودار على كمال، دخلت عليك والله علاش من قبلك كتصلي وجه النحس. لا لا عمي عثمان حشمتيني على وجهك ديال الحشومه يا المقصدر، ظلمتيني وحقرتيني. اظلمك يا عواد الوالدي، الا كنتي تبكي على شبابك انتهى، انتهى شباب قمل وعادوا شايبين، ولا كنتي تبكي على احبابك ماتوا، مات النبي المبعوث امام المرسلين، الله عليه وعلى، الا كنتي تبكي على متاع الدنيا دار الغرور تفنى ونعودوا راحلين، وإلا ظلمك شي حد سرقوا الله حسب الظالمين. اخاف الله واه لا يغويك الانسان، داك الخير اللي عملت فيك لوجه الله. اش من خير عملتي فيا؟ كذبت عليك وتحيلت عليك حتى وريتيني فين مخبي عويشه، من تما بداو المصايب. يا كان كان الخير ياك، نسيتي بلي انا اللي خاصمتك مع الحراد ودخلت شي طار بينكم؟ يا وطني انت مولات الفايز. انا عمي عثمان، انا الى عملت الخير كنعملو قرجه، ما كانت هنا حتى كنغرق صاحب دعوتي. واش قلتك يا ولدي يا عبد الله كتقول لي هاد الكلام وانت فرحان وضميرك مرتاح؟ من نهار خلقني الله وانا ما كنعمل غير الخير. اسمع هذاك الدين البهات، إذا كان هادشي اللي كتعمل انت كتحسبو خير، كيفاش هو الشر عندك؟ هو اللي عملتي انت. انا كيف تقول اللي خلقك يا الظالم، فرقتي بين زوج القلوب، تعادوا يتزوج من الصغر، ولا كيف طمع خلاهم يتعذبوا ويقاتلوا الهوال، ما همك الحب اللي كيجمعهم، لا تنساش بلي الحب راه عبد الله وجعلوه في مقام عالي. الحب؟ حتى انت اصبحتي كتعرف الحب؟ كتعرفوا كاع انت اللي شرفتي وقربتي تعطي الشمس ظهرك. سيما انا اللي باقي حليب مي بين راسي. تبارك الله على العجل. ومنين انت ولاو الجمال بحال هكا يعشقوا؟ من نهار ولاو الشياطين بحال في كل مكان. الله ينسخ الحب اللي عرفوه مترك. على يميني في الحال يبلي بحالي وتشوف مجراني مع ناس الحال. اش ينكتب العالم وش بين بنادم، ما يمحي وعدو المنام، ما يمحي وعدو المنام، قولوا لهاد اللايم سلمت ضحات سالم من طعن سيوف النيام، من طعن سيوف النيام، ناخذوك عوار ما جرحوك سوار، ما رقتي كاس المدام، ما رقتي كاس المدام، ما شفتي عمرك من مراش، ما قبلتي خدود، ماذا ترقبك من ضناك خاي، ما عاديتي حسود، ما قسمتي دي جور بلو لايم، ألايم وايا اللايم، أجري نصيك لا تلي تلوم، ولا تبوح بالمكتوم، ولا تبوح بالمكتوم، والغرام ما يلام، أمام المتال كلامو، جالو غرام وهمو، وطاو سيرتو وحكامو، ولا تعاكسي يامو، ولا تعاكسي يامو، يا مالكي يوم
عمي عثمان، اسمع الخوات خير كلمه من جديد، يا اما تعاوننا حتى ترجع عويشه المحمود وانا كنضمنلك النص الاول، يا اما راه تمشي بيدك على قلبك. ويمكن لي نطيح بك سر، هذا عهد الله بيناتنا. دابا من اللي عطينا عهد الله كما بغيتي نعملو. قالك الصح اجي هيا، قالك الصح شكون اللي قالك تخاصم عليها؟ محبوب اللي كان تيخوزي، وعلاش لعب تحت حسن خوك؟ خلينا مرزوق القوم ديالي. فاطمه عطاها الحراز لي انا ماشي ليك انت، ومحبوبتي انا ماشي محبوبتك انت، وهي فما قالت لي الصباح وعطاتني العهد. حتى انا عطاتني العهد. وعطاتكم شي ديال الحمص مقلي. حتى انا ما غنتغير تمسنا. فاطمه موجوده واللي بغاتو تدي. متفقين، هي واللي بغى لي قلبها. وعلى هي الحمق هي غتخليها تقطي بالخزران الطوله والتجريده من العين تبقى ديما بعيده وتبعك انت يا مهيريش الدجال. هي إلا بغات تختار غتشوف من جهة الحسن والكمال، لون الشمس الذهبية يا وعدك، اللون الخمري علاش تباعو الأرواح؟ ادفع الحواري إليك، ماشي بحالك أنت اللي صبح عليك خسير جاي يعاون نعاسو أبو عوف. أمشي ديغار، أمشي ديغار طاس اللون المخرة، أشوها في الرجال، أنت بعدا ما فيك ما تختار ما لا يقل العادة ولا العبادة، أما أنا يا لهبي لوني لون العنبر. والعنبر قليل وغالي سال عليه التجار يحكيو لك على ثمنه واش ما عرفتيش يا الرقيله باللي لولي لول الليل والليل جنه العشاق اللي قال فاطمه هو اللي يكون اللي قالت هو اللي يكون اسمع انت حتى انت معاه الا باقي شي واحد تبعني للكشينه ولا ضربني بكتفو ولا شاف فيا بدوك الشبهات الخايبات غادي نشكي به للحراس انا ما مرات نحبك لا تقلقي بعدو مني لا لا ماما الى عصينا رحنا لله طيبين العبد اللي فلك سيما ما روح حتى يلوم خو اكا ماما عطي الماما اكا ماما وسير يا محبوبي شهد العذلة عملت فيها كترت عيوبي وشفيت الحاسد الفيها أكا ماما أعطي لماما أكا ماما الزينة الزينة ما ندوزو لو كان نموت بلحدي وتكون السلسلة عليا ويكون رصام هيدي هكا ماما أعطي الماما هكا ماما سمعتوا ما دركا تحبوني بجوج إيه يا ماما بالمعقول بزاف بزاف وباش غادي نعرف اللي كتحبوني وما كتكذبوش عليا أنا ماما عجينا بيديك خبزيني كيف بغيتي ولا تيغش تحت رجلي كشف عليا وفركي هذا واحد الراجل بغى يعطيني ورقة إلا خديتها منه اش ما تقولوها والو للحراس راني حتى انت ما ساهله فاطمه طبعتي جوج الرجال كل واحد فيهم ياكل سبع بحركم مالي قياس حارو فيه الرياس شحال غرق من الناس تغلي غرق بيا طول الهضره وقولها شكون الورقه سلمى لها ويش وقولها تعمل داكشي اللي فيها ولا بغات تقولنا شي حاجه تكتبها وتصيفطها لينا وانت فين ماشي غادي نصب الفخ وانا باقي ما ساليتيني محبوبي محبوبك غير منه انا كل ديالك الحبيبه غير نساليو هاد العصيده ونعصتو حتى حنا حريفنا ولا عالي ما عم تكلمت ما سمعتش عليك مرزوق اش كبت من عند هاد الراجل اش الراجل دابا عاد عرفتكم كتحبوني وما كتكذبوش عليا ولكن نتوما دروك كتحبوني بزوج وانا خصني نحب غير واحد فيكم خصني كيف ندير اختاري انت ولا عجبك واللي بغيتيه هو اللي تحوزي حلي عينك مليح وعرفي كيفاش اختاري راه الزين ما يخفى وحروفه ظاهرين
راني حداك ماشي بعيد عليك ولا قال لك الحق ما عندك تعمل علاش تندمي تمشي تختاري شي واحد صالتو وصلت له اللوطه راه غير الفرنسي لا عطيني الله هكا حرس واش بان انا بغيتو تفدو عليا من هاد الشيء ديال الحكومه واش كل ما درتك لقاكم هكا باب معصي لماما عاوني تسرقينا لا بديت عليها بعد عاوني تسرقينا رقم فيها بس كنا عايشين في هاد الشيء ديال الحب واحد اعتمد ما بان لكم شيء السلام عليكم نخلو بروجكم حتى الجمهور فور خلو نخلو حتى الجمهور غادي ينخل اعتمد رد سلام الحراس على مغنط سلام علي انا اللي سلمت عليك كنت اسف في كيفاش تكون انا؟ انا عثمان عبد العويشة عثمان؟ تدعش عثمان انت؟ عثمان؟ انا سمعت انت مش عثمان عثمان هذاك اللي تيبيع القلية الحق هذاك اسمه سي الحسين الروداني عثمان مول الفرقة الحق هذاك مات وكاع ما كانت عنده السمية ماشي عثمان توما عارف واش عثمان الحراس خير راسك من الملاغة وعندك تظن مع راسك الا كنتي نطور انا بالحياري تضربني متهم المهم واش بغيتي يا سيدي جيتي عاوتاني تكلمنا على هذيك الخربة قيسها طيح خريبة راشية شيشة مشيت نزورها حقيقة من على برا من سول صح ملي دخلت لداخل اش من جنانات هادو واش من عراصات واش من مزروعات واش من ازهار وشحال اللوبيا فيها اللوبيا واش لبانها ولقيت فيها النعناع ولقيت فيها ترقال هادي وديور تكذب عليا هذا عثمان هادي فرحتك بيا وانت ليا نسي هكذا الناس تيقابلوا حبابهم بعد مني يا عثمان بعد مني يا شيطان ولا راه غادي يولي نهارك منام دخلني عاد البنت تشوف انا تحرم مني من وصولها لان اينا من ورا وصلت على صله الرحم بعد مني من هاد البهتان الا ما غادي تسمع بخاطر غادي ندخل بز منك واللي كان فيكم راجل يمنعني قال حاجة عثمان الرقيبة تبردوا لك يا عزيز ما وقفتي إلا تمنعني من النهار القادم بعيد على هجرة لك حتى بغيتي تدعي هاك على وجهك عثمان عويشة أنا عمك عثمان جيت بغيت نديك وشكون رغبك؟ أنا وجهك عثمان قالت لك شكون رغبك؟ عويشة محمود تيقرا لك السلام أنا ما كنعرف لا محمود لا محمود الله يخلي ليا الحراس الى يحبك تتهان لا خلك تتعب ولا ليش صافي 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 دخلنا الحب الكبير اش عثمان يا كان كرت الخير دير قول داك محمود ديالك الله يشويني فيه بالزنان والكواح والدخاخ اللي طلع على عينها السماء دابا نسخط عليك ودعوه العم مقبوله ومنين كنعرفك اش فيك ما تعرفش انا اش فيك ما تعرفش ياك ما قريتي بطاس ودابا تشوفيني على السرقه واش مراد تسقسني وانا مريحه ماما ما تدخلوا ليا بالبنت دخلوا بالبنت اجي تسقس لي البنت حتى ولات تسقس تسقس علينا دابا سي عثمان لا اله الا الله دابا وليتي مسخوط بنت خوك الله يبقي ستر الا تبقى فيك راه ما عندي صده دابا ما بقى عندك لا اهل ولا احباب غتبدا تبات في القهاوي يا عثمان غادي تبكي هي هذيك غادي تبكي إلا تبقى فيك راه ما سنيتش يا عثمان شوف شافين عمرك هاد السبيت كانت أبسعي سيدي لا 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 لا
ولادي غادي نمشي. الله يا ربي الله يا ربي الله ما تقدي شيء مع الانس ولا وليا الجن. سير انت شد هذيك القلقبات ودات ضرب عند راسها على ما نفكر في شي حل. المصيبة هذه كيفاش قلتي لي حتى انت دخلي؟ هذه المصيبة هذه عيطة الله كيفاش وقع لي حتى ضربوها للرياح؟ شكون اللي يهضر معاها؟ شكون اللي فسد لها قلبها؟ شكون اللي تكفس ليها؟ ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما نرفقيه هاد الجحاد. الجحاد هو اللي فيك رفقيه ومرارك حيث كدري بدون فايدة. يا دو قول أنا باللي مقاريش وعلمي ما خدامش وغير مسلط على الصنعة. رفقيه حذي راسك راني كان تحير وانا كان جمد الماء. حذي راسك راني كان جمد الماء وانا كان تشبر تشبر. سليم سيدي سليم سيدي اش قلت انت؟ سليم سيدي واش نتوما في ديال بصح وباقي عندك الشك ولا بغيتي نبغيها تشوف؟ طيب انا غادي نعمل استخبار دمير وغادي نقول هذا راجل مكذب في العين ديالنا عاش به. اعطيوني الدليل نكون انا اول واحد مامن بكم. خرجوا الدخان من الارض ولا خرجوا لي شي جنين صغير يكون خضر فيه نقيطات صفرين ويكون العين زليليين وقزبته تكون حمراء فيها خطيطات حجريين وتكون الزغل ديالو يكون كاع ما عنده الزغل شي جنين صغير ملس. وش مقهور هذا العذاب ديال التمثيل هذا انك اللي ساكن تحت الارض. نعطيك مشاعر صغير عندك بنت مقامك هذا. اييه صراحه مجن بسببها شاب صغير. اييه عمها جا عندك ناوي نشوفها ونعطيه من دخول. اييه وسبب رخصه نضربها روحاني شبه الضلع. اييه دخلنا عندها تبرا من عدادها. لا دخلنا عندها يشعلنا ربي سببها. لا هادشي كان ولا باقي كتشوف؟ كاين سيدي كاين سليم سليم والله ما تقولي لا عايشين معايا في قلب هاد الدوجه هذا شفتي باش عرف اللي الرجال ما كتحقاش. لا دابا كنعرفها ولا حق الرجال ما دام الدنيا ما جات تاع دوجيه الدوايا ما خافيش هادي لا سيدنا العدود لا تشدر حان بوداني ما عندنا ساد معاك الحراز الله يعاوننا عليك. والله ولو تصيفوا لي في سفك الملح كنفعلكم وجايني بحال الجنود. هذا العجب هذا ما لا والو تصيف درتها بعينك الحراز. انا اللي عرفت انت تتبع وشاي لقيت عمي عثمان وقال لي بلي عوشه قبضتوها على الرياح. واش بصح ولا غير كذوب؟ داكشي فاش لقيتيني انت شكون قال لها خياتي باللي ولقيت شي جماعه صانعين الميده بلودع وكيضربوا بقريق بات وكانكات والله اعلم الى جايين قاصدين كان الحراس. هذه المصيبه هذه شكون اللي علمها لخياتي باللي عاوش ضربوها الشجون ولا مرزوق؟ لا ما يمكنش هذوك كانوا معايا او عثمان. لا عثمان ما كانش حاضر ليها. وقيل هذيك فاطمه هي اللي غدرتني. مستحيل هادشي هادشي كيخرج العقل. شكون اللي قال اي لا لا اسمع يا سيدي انا وصيف محرر حار مني اللي شراني ومودع فيت بين ربي وقصدتك لي كرام قلبي ونويت الخير فيك وجابتني ليا مليك. انا مرزاق واسمي مبارك واللي مبروك تتخدموا الحرار مع العبيد وانت ودك ربي من متاعه وعطاك الخير لكني ما عندك اللي قابلو حيت انت راجل فريد. قلت انا نقذف بيك في المسايل تسخرني لكل حاجه في القريب مع البعيد حتى تعملي شي نصيب الكسوه والاجاره والصباطه يسمع هاد الجواد فيها إلا قبلوا عليه يبغيو يكرموه ما يدوزوه وهو ما يدوز سيدو والدنيا غادية وليام تفوت وخذ لك وقت راحة وغنم وقت سرور وانا عند الكلمة مصروع على الرمشة في كل ما تأمرني على الرضا نفعلو وك وك الحق. يلا مرحبا مرحبا بقلاوة قلاوة بيضين يا عجبة يا عجبة
سين عام سيدي المأكولات والمشروبات على جميع الألوان وجميع الأشكال. مرحبا مرحبا أهلا وسهلا. هذا الوليد هذا شدي هذاك الفداوش. الفداوش مرحبا بالفداوش. تفضل تفضل حضر الفداوش. هذاك العواد اللي جايب اللوبيا. اللوبيا مرحبا باللوبيا. مرحبا باللوبيا. عطيه هادشي المسكين. هذاك جايب الشفرجل. سرق الشفرجل. لا 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 رضتي بربان ما يجور عمرو جيران عز على السلام شنور. قلت لك 100,000 مرة بالزوزة باقي شي تفوز سمية عثمان على بوك حتى فاطمة ما ظهر ليها أثر خبرات خبرات. يا سيدنا ياك ما يكون هاد الحراس راح له الدعوشة معاه وخلانا مقابل الريح. كيفاش بغيت يرحل؟ وانا كنقول لكم ما تقلعش من هنا لهنا ولا عمي عثمان. منين واجد عمك عثمان؟ سخط عليك بالله ما تبغي تفرق على سميت عبدنا بس عمي صحتي خير لك. اش عملت لك عمي عثمان؟ قول دابا اللي عجبك. ما كان حقي ما تفرقش على صحبة الحراس. كان من حق نعرف باللي قدام قدام النحس وكل من تبعك ما يلقى خير. ياك ما ندمتي على صحبتك لينا؟ ندمت وتعداني الندم. اجدع عليك تمولك الله. خوفي عليك يا عمي عثمان. خوفي عليك لا تبقى تابع من حبوبك البلوس حتى يزهق لك. شحال عشقي فيك يا الدرهم. الدرهم يا روح راحتي يا ملك الدات شايقة. حتى دابا ما تمشي غير ما تفرتي بمقصود. تعاونا غير بالصبر. حتى لينا تصبر. حتى نطيرو عوشة. تبارك الله على هذا النسف. عندي راسك انا لا طبيب. كل ما جدنا عملنا مع هاد الحراس ما نطينا منه لا قليل ولا كثير. بالحق كل ما لعبات المعزة بقرون الجبال كتخلصوا بدار الطباع. وانا عاطيكم عهد الله بانتي غير لما رزيتو في عويشه رغم الشطارت. ها محمود حاسك كتقطع القلب. منقاسو هو مرتاح. هو صعيب كيريب الشباب. هكذا يكون الحب والا فلا. ومازال زيد فيها محمود. راك محمد هو الحراس قصتك قصه. لو كان حكيت قصيتي صد الجلمود يذوب تنزرع فيه رطوبه. لو كان حكيت قصيتي شامخ الجبال يريب. لو كان حكيت قصيتي البحر مغول فراتنو ومواجه مزروبة. سكن في ساق صوتو وترجع بالترطيب. لو كان حكيت قصيتي الرفض مزخرف بجداولو ودواحو مخصوبة. سقط وراق غصنو طربتو تفر بالتجديب. واش كنت تصدعوا عليا من هذا السهلة ولا لا؟ واش مازال ما فهمتو شايف اللي راني فهمت؟ وعاد انت لا يا عاوتاني يا عبد الله فين ما كانت شي هنتقة كتكون فيها يعني؟ كتسناك اسيدي. بلاش عاوتاني؟ راه هاد الليلة. اش كاين عاوتاني؟ راه هاد الليلة. إلا تقت بك راه هي اللي كنت. لا ما بغيتش عاوت شي حجرة هاد الليلة بلاش. لا بلاش. بلا بلاش. هاد الليلة راه ناويين يهجموا عليك ويخطفوا شفر عينك. وكان. أنا راه كان عندهم. إيه الله يجازيك بخير. ما تختي شاي. لا وليدي. سطرة عجبة. كاين شي عجب أعجب منك يا عجب العشاب. أنا راه بغيت غير ندير الحسنة. لا الله يجازيك بخير تنعطيك تقي وريع وصابور وكل المحاسن الله كلها تجمعات فيك. سير قول لهذوك اللي مخلصين راه طارطرهم وتاهرهم. دابا الدار قلت لك كتحبوا
شكون غدرك؟ بعدين تكتبوا السر في المطبورة. علاش قبضتوا الحراج بالنفق؟ قبضت الورقة مع عند عبد الله. وانت العهد فاتح؟ والله ما انا، والله ما انا. ما كاين حد من غيرك اللي يعمل هذه العملية. لا تقبل، راه كذاب، انت كذاب كذاب. لا الورقة قال لي بس جبت عليها الصداقة غادي نردها الأولى هكا. وصافي. وانتي لا. اش كاين رفتتم؟ الحراج هذا الليلة راه بيطيح العقد على عويشة. وراه عانوا راسو حشمتي من السيب لا ما يتيق حتى الخبر. يا واش المعمول؟ خذ هذه الرسالة وعمل اللي فيها. لا يخطيك فاطمة. صافي الورقة رديتها لمولاها، بقى لكم ما تبيعوا فيها والو. مستحيل نبيع كرة حبك يا فاطمة الفؤاد. ما نقدرش نغدرك يا فاطمة الأمعاء. تزوجي بيا نبين لك الرجولة. ضميت نهار العيد. عاد راسك. أنا اللي غادي نتزوج. تبارك الله لا تغرى في العدول، ما تشفي غير ما تفيعش. أنا في الحقيقة كنحبكم بجوج. ولكن سيدي الحراج ما كناش نتزوجوا حتى انتوما. كيفاش؟ ما عين الزواج، حنا ولينا قدك الحلال فين نبقاو عزالة. بغينا نبقاو هكذا باش نبقاو تحتيتي وخدامين معاه. أنا ما نقدرش، ما نقدرش نعيش بلا ما نزيد ونكثر في ولاد المسلمين. عطوني في سلمة. حرقوش. صندوق، صندوق صفر وأسود، عاود قرا رسالة. الحمد لله وحده. محبوب العزيز بعد السلام التام، أخبرك بأن عدو الله الحراز عازم على أن لا يضيع الوقت. ولا لا أسلوب أن لا يضيع الوقت، والدليل على ذلك فإن قلبي يخبرني بأنه ولا لا أسلوب قلبي يخبرني بأن هذه بدأت سيستدعي قاضي المدينة الحقيقي وعدو لعقد قرانه بي هذه الليلة. أما أنا فإني عازمة كل العزم بأن أتحيى لعلي وأغويه وأنصب له الفخ لما يطلع منه. وسأعمل ما في وسعي بأن أفتي على عليه رأي، سأبتسم في وجهه فأقول له يا الله يا الحراز نهرب جميع، ديرني بالصندوق وعزيم لهذه البلاد. حلم الحيل الشيطان. وتعمل ما في وسعي بأن يهرب بي وأنا في صندوق أصفر مزخرف بالأسود. يا هل يقول لك. أما أنت يا قرة عيني ويا موجة فؤادي حبيب الدار، وكل صندوق خارج منها إلا وأنا فيه. أنا بعارك يا محمود خاطري، أعتقني راني ما أتحمل أكثر من ما قسيت. وفي الختام أودعك بقلمي لا بقلبي، يا من دائما بين عيني، يا من ساكن أحلامي وفياقي. عويشة ديري عويشة مسكينة، من كثرة الحب ولات غير كتركع في العربية. معذورة يا عبد الله، معذورة على اللي عايش مع وحش يقدر يعبر. الله يكون في العون. هذا صندوق سود مزخرف مزرقاس مروق بالاصفر. مشيتي بدقتك على قلبك الحراج. حراش عبد الله طاحت عليا فكرة جهنمية. ويلي قولها. يلا معايا متصغرني بدش الصندوق. يلا بنيتي يا عويشة، يلا يضرب الريح شي شويه تجي راني هو مزيان داكشي ديال الطباخ. ما بدي تعرف العقل هذيك البنيته واش الله يديك واش تاعك تقيدي من خفيها كذا في الدار. بنيته عاود تبقى بحال ما خصهاش تبقى ديما عاجبه غادي تعشي. ازركم وليدتي اللي قالها تزيدي فيها الخير. ازرك الثاني ديال مرزوق انا ماشي شغلي. سيروا وليدتي سيروا له لسوق الجلابة، ديو لي هاد الحوايج هادو يتجبدو. ومع من خليو عويشة؟ غير سير وانا راني معاها. ما نمشيوش لسوق الجلابة، هذاك عدو الله يا عبد الله غادي يعمرنا راسنا. وخليو وليداتي كل واحد يخاف عليه غير خليو سير. وقتاش رجعوا؟ بشوية عليكم ديما خدامين نهار وليل، بشوية عليكم. هاني نايم على العويشة، غير خذوا راحتكم وتفججوا. حتى انتم راه شفت اللون ديالكم بدا فيه الصفيرة. العجب؟ العجب. ها؟ يا من هو فين جرافي تايه بكي شكيه من مجروح بحالي، وقت ما شاف الزين ورقته تصفر وتبان، حتى بالك ليا وكل عيق طيق وصغار عندي شي جرالي، عندي خنار غرامها ساكن لي الحال أشي مدى والغيم شاكلنا قلبي بدون بدون سلام. هذي مدى والغيم شاكلنا عويشة تتحبي فاطمة بحال عيني. فاطمة تتحبي عويشة بحال عينيه.
هاوينا تبزوج. اش حطرت الحرباز؟ هذه متى والريم سك. فاطمة واش تحبيني انا؟ بحال بحال اش تقولي انت؟ هي هي اسيدي ماشي عيب بنيتي ماشي عيب الله يرضي عليك. واش تحبي عبد الله؟ عبد الله والله اسيدي بارك بالحلو لحلو فبنيتي الحب راه مزيان الحب راه عز الله ما فيها باس عبد الله راه وليد الناس لكن راه وليد تقي وصبور وطاهر وارع وواعر واعر بزاف ما فيها باس بنيتي سيري سيري لسوق الصفات وسوق وسوق الحيك راه ديما متكي تما سيري حال الوصال اش تحت راسك حبه ما مشي حتى تقول عليا لا لا غير سيري فاطمه من قلبي ما خلاني غير سيري ما تخافيش وإلا لقيتيهم سلمي عليهم واش تحت راسك حراس كاين الراس في الراس واش فرحانة؟ إلا كنت أنت فرحان حتى أنا فرحانة من بلاد بعيدة بلاد طايرة من البحار فيها جزور فيها الفلاحة زهرة والتجارة فلحة فيها الطبيعة خلافة فيها الزين فيها الجمال فيها الألخان الخيرات والنعم من هذيك البلاد أصلي حيت بلاد كلها خيرات أش خرجك منها؟ خرجت نقلب على ما هو أجمل وأجمل ونهار طحت عيني فيه عملت كل ما في المستطاع باش نكسبو في الأخير فهمت بلي الإنسان اللي كلا حقه في الدنيا لازمو يخلي المحل لواحد آخر اللي هو أصغر منه أش دار لك أبنيتي؟ أنت تعرف أسيدي أعوشة أعوشة راني مستعد نخلي كل ما عندي في هذه البلاد ونرجع لبلادي اش دهر لك عافاك سيدي غير تضربني على الظل ان بعد الظن اثم يا بنيتي ان بعد الظن اثم انا بغيت نتخلى على كل ما عندي في هذه البلاد بغيت نخلي الدار بغيت نخلي الخيرات بغيت نخلي فلوسي بغيت نخلي متاعي كله ونخليك اش دهر لك علاه اللي بغى يتخلى على نتاعو كيصيف جلال ويتجبدو مش كدا عويشة انا راني غادي نخليك غادي نخليك المحمود كل ما بغيت هو نعرف واش محمود بغى يعيشك في الهناء والسرور اش من هناء واش من سرور من نهار ما تبونا في عداد عمي عثمان تطمع بعلي انت شك فيا محمود خفيف بمنطق عندك الحق بنيتي انا شكيت شكيت فيك بزاف بزاف كثير كنت نغير على الطير الى قرب ليك كنت نغير على كل حاجه قربت لك شتي هذيك المشه مسكينه اللي كنت قلبت نهار لقيتها مشه فوق جبتها كل نهار كنت توقف عند وجهي وتتخبشني وتنصبح كل نهار كل عام بردوك مشه ندمت فما عذاب انا اليوم كبرت وصرفت عقلي بغيت نعيش في الهنا ويمكن لك تساعدني انا تحت السمع والطاعه اللي بغيتي نعملو غير قولي انا في عرض لا تخليني اديني معاك واش الحراس تيحلف انت يا بنيتي قصدك تضحكي عليا عاوتاني مره اخرى هداني ها البرا اللي صيفط لي محمود البرا اللي صيفط لك محمود خطو هذا الكفر بالله عويشة الدرويشة إنني اليوم بمعونتي 135 من صحابي الله 135 وسبعة ديال الناس من المرسى ويلي 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 و18 ديال الحزنية و33 دري صغار هزي الحجر ويلي 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 والله ولو نكون والله ولو نكون غدا ولو نكون قاتل ولو نكون ظالم ولو نكون تنقش في القطط ما يديروش فيا بنيتي انني بمعونتي هاد الناس كلهم بمعونتي هاد الناس كلهم ساجوا على قصر الحراز ياخذوك منه رغم عزو هاد الشيء اللي جعلني نحل منك امرين اللي بغيتيني نعملو يا عويشه اللي بغيتيني نعملو صندوق لكون جبرت صندوق كنت تخلى على الخيرات ديالي كلها اعطيوني صندوق لكون كان عندي صندوق نهار بيت نخلي كل شيء صندوق اعطيوني صندوق بغيت صندوق فاين هو الصندوق ها هو جابو الله دخلي لي دخلي وما تحركي شيء منه غادي نهار بيت سيدي سيدي فاين
حتى واحد في السوق ما قبلش بديك الجلابة. كلهم قالوا لنا الحراس هذا والله غادي نقاطعو. كلهم ضدي. قالوا لنا انت مفرق القلوب انت. زدتوني يا وليد اختي الله يزدتكم. فاتح واش نسلكوه؟ شوف انت البلاد كلها متوقع عليك. محال محال تفلت. عاونوني زدتوني غيتوني عتقوني. عاونوني يا وليد لا تخليوني شي في الفتاة كفر الله. عاونوني لا تخليوني شلوني بلا عتق. ما تخليني شلوني واش نسيتو الطعام اللي تشاركنا؟ وانت الحراس نسيتي العسل في البرد. الله معاونو هذا كبر يا الله. انا اش غادي نعاونو؟ غير في هذا الصندوق ديو وصلوه ليا للمرسى ونخلي لكم الدار. هاد الدار كلها ها هي ديالكم من اليوم. يا شاف بشوية بشوية وليداتي هذاك الصندوق راني داير فيه دالي الخيرات وداير فيه شي مريشة وداير فيه يقول عبد الوحيد بن عشيري. لا تقلقلوه ليا. شوفوا وصلوا بيا للمرسى كاين واحد الباخره غاديه لبلاد السند وبلاد الهند بحال في الخرافه. درت بحال غادي نمشي غير للخرافه باش ما يعرفونيش في وسط واحد الباخره عار مرض ما تيشها. بشوية على هذا لا تقلقلوه ليا الحروف. هاني خاطر عليكم. الله الله بحر الفراش بان الفجار. هذه البلاد دخلت عليا بالخير انما فرس ما قريب. منين جاكم هذا؟ باش مرزوقة بلا ولا عقل غادي يخرج. منين جاكم في صندوقي؟ فين صندوقي؟ فات مرزوق حط مرزوق. انتم هنايا قربوا من بيتي. قرب فين صندوقي؟ عثمان عطيتك من الدير ومن المال ما تريد. عتقني عاوني عاوني نزيدك اللي بغيتي. عاوني غير نفك منو. اسمع الحراس هاد الصندوق كلها كتشاف. الى اش لقيتي الصندوق اللي فيه عويشه خدها انا كنتخلى لك عليها. قول واحد ما بي الله شيت. هاد الناس كلهم شهود عليا. اسمع يا ناس الى مشى الحراس حتى لقى الصندوق اللي فيه عويشه ياخذها ولا ما لقاهاش راه هي ديالي. عويشتي قلت لي نمشيو جميع. فينك عويشة عبد الله فين هي عويشه؟ اولي فاطمه ولات فاطمه في الغدر هذا كانت ساكنه معايا وما عرفتها وش فين هي. ها هي الحراس. بالله عليكم يا هاد الناس كان مر غزال بيكم هجرني وانا حن مني حرق قلبي بعد ما كنت هاي في هواه. قبلت من كل عبد مشرط الحماك على طول زماني. كان ذنبي هو حبي وهيامي. كان ذنبي هو إخلاصي ليه. كان ذنبي هو تعلقي به وأنا قبلت نفضل حد في الناس عليه. استغفر الله إمام أشهدنا حراس ولا عرفنا حراس ولا نحملوهم سباب غير فراجة وسجية. جول معنا وصول أفهم رماز وجمع شغول دراز. هذه قصة مسرحية جامعة من الأدب الشعبي مع الحجيبة العقول تبي. عقيق منظوف سلك ذهبي من تأليف عبد السلام الشطايبي. وملابس هذا الحلال الباهية كانت الأخت ماريا.
الشير سعدو من طراف صديق عبدو. والإخراج كان يا صديقي للطايب صديقي. صاحبي سايب زمان في إشباع الوان المحول الثماني لازم يا سيادنا سويت.